السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله جات لكم فيديو جديد بحيل منزلية رائعة كتهم كل مرأة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تستفدوا منها، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات الرائعة ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الطيبة والمحفزة، وكنرحب بالجميع. وإلا عجبتكم هذه الحصة ما تنسونيش بالليك والبارطاج واللي كيهم الامر، وبغي يكتشف هذه الحيل المعلي اللي في فيديو الاخير وفرجة ممتعة. غندوزو الاول حيله باذن الله، وهي كيفاش نحافظوا على الملابس الصيفيه ديالنا. كما كتعرفوا هذا الفصل هذا ديال البرد، كنشريو الملابس الصيفيه وكنبغيو تبقى بلا فورم ديالها، يعني ما تزادش ما تكبرش ما توسعش ما تخسرش لينا في الفورم ديالها. الطريقه كيفاش انكم تحتفظوا على الملابس ديالكم الصيفيه بعد شرائها مباشره، ما ديروا لها حتى شي حاجه، غتاخذوها وغادي تحاولوا انكم تطويوها طي صحيح كما تقاسمت معكم في طي الملابس الشتويه. غنخليكم اسفل هذا الفيديو كما كتشوفوا معايا. بعد ما كطويوها بهذه الطريقه هذه، كتحاولوا انكم تنيو هذا الجانب وتدخلوا ليه كذلك هذا الجانب الاخر، يعني طي خصو يكون صحيح وتكون الملابس ديالكم مطويه. ولكن الا بغيتوا تطويوها بشي طريقه تاعتكم نتوما طويوها، المهم غير تكون الملابس مطويه بطريقه جيده. غادي تحتاجوا واحد البلاستيك الغذائي اللي غادي يدخل لنا المجمد على حسب الحجم ديال الملابس اللي نتوما عندكم كما كتلاحظوا معايا. وغادي نديروها بهذه الطريقه هذه، وغادي ندخلوها وغادي نخليوها في المجمد ليله كامله، يعني خصها تبقى ليله كامله، ومن الافضل انها تكمل 24 ساعه، يعني تبقى الليل والنهار تبقى لكم تكمل لكم 24 ساعه في المجمد. بهذه الطريقه هذه كتحافظوا على الملابس ديالكم. وفاش كتجبدوها من المجمد، يعني كتغسلوها هذه وكتنشروها هذه مسرحه، كتحافظوا عليها بواحد الطريقه رائعه. نتمنى هاد الحيلة انها تفيدكم وتستفدوا منها باش تحافظوا على الملابس الصيفية ديالكم. وغندوزو للحيلة الموالية. غندوزو الحيلة الموالية باذن الله. كما كتشوفوا معايا، الى سلقتوا البيض في شي انية هكا ديال الانوكس كما كتلاحظوا، وكيتكون لكم الكالكير بهذا الشكل هذا، يعني صعيب باش انه يتحيد كما كتلاحظوا، صعيب وخا تحكوه وخا تغسلوه، يعني الانية ديالكم مع الاواني العادية ما كيتحيدش هذا الكالكير هذا، كيبقى عالق لينا الى سلقتوا فيها البيض. الى عانيتوا من هذا المشكل هذا وكانت عندكم شي انية وخسرات لكم بهذا الشكل هذا، ما عليكم الا تستعنوا بالخل والماء يكون سخون. كتاخذوا واحد الكميه ديال الخل كما كتلاحظوا معايا، الكاسرونه راه ملئه بالكالكير مزيان، فقط غنقربها لكم غير باش تبان لكم النتيجه من بعد، كنتمنى تكون واضحه لكم. غادي نحتاجوا كما قلت لكم الخل، غادي نديروا واحد ربع كاس ديال الخل على حساب الانيه وشحال فيها ديال الكاركير. وغادي نحتاجوا الماء يكون سخون، يعني الماء يكون غليان. كما كتلاحظوا معايا غادي هذا الماء يكون غليان مع الخل، غنحاول نبقى نحركو تحك في هذه الانيه بهذه الطريقه هذه. وغادي نديه فوق النار باش يغلي ليا واحد المده ديال دقيقه حتى جوج دقائق باش نتخلص من هذا الكالكير نهائيا، وغادي نتلاقى معكم باش تشوفوا النتيجه النهائيه كتبان بسرعه باذن الله، وكتخلصوا منه وكترجع الانيه ديالكم كتلمع. لاحظوا معايا الانيه ديالنا بعد ما حيدتها فوق النار، فاش تكون فوق النار يعني دائما تبقاو تحركوها باش هاد الماء والخل يوصل كاع الجوانب باش الكالكير يتحيد، يعني كاع داك الكالكير ودوك الرواسب كلهم كيتحيدوا معكم في هاد الماء هذا. انا غنمشي نحيد منها هاد الماء هذا وندير لها غير غسله خفيفه وغتشوفوا النتيجه النهائيه. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي حصلنا عليها. كما كتشوفوا رجعت الانيه ديالنا جديده بحال ما وقع لها والو، يعني فين ما تعرضتي لهاد المشكل هذا انك سلقتي البيض شي انيه وعمراتك بالكركير، ما عليك الا بالخل وديريها فوق النار واحد دقيقه ولا جوج دقائق كما كتشوفوا، وكنغسلوها عادي يعني كتولي لامعه معنا وجديده. كنتمنى تستفدوا من هذه الطريقه هذه. وغندوزو الحيله المواليه. ندوزو الحيله المواليه باذن الله. كما كتشوفوا معايا، الا كانت عندكم شي صفاره متسخه بهذا الشكل هذا، يعني عليها الدهون هكا واللون ديالها ما عجبكمش، كما كتلاحظوا هذه راه خليتها توسخات مزيان، ما عليك الا فاش طيبي الاكل ديالك وتكون الصفاره باقا سخونه، يعني باقا سخونه ما تبردش، غتجيبي فقط الملح، يعني الملح باش غادي تغسلي هذه الصفاره ديالك، وكتولي لامعه بواحد الطريقه هائله، يعني ما كتحتاجي حتى شي مجهود. كما
كتشوفوا معايا يعني كنستعنوا فقط بالملح، كنجيبوا الملح وكنديروه على هاد الصفاره هادي وكنحكوها وهي ساخنه، يعني كنحكو الصفاره ديالنا وهي ساخنه والنتيجه كتبان لينا من اول كما كتلاحظوا معايا. لاحظوا اللمعان، انا يلاه بديت يعني كنحك فيها وهي كتخرج لامعه. هادي تحكوها وهي ناشفه ومن بعد كتغسلوها باذن الله. انا غنستمر على هاد الطريقه حتى غنحك الصفاره ديالي كامله ونتلاقى معكم باش تشوفوا النتيجه النهائيه بسرعه باذن الله. كترجع لكم الصفاره هائله. لاحظوا النتيجه النهائيه ديال الصفاره ديالنا بعد ما شللناها بالماء، يعني فقط الملح. كنتمنى الطريقه انها تنال الاعجاب ديالكم. مجرد ما تكون الصفاره ديالك متسخه خليها غير تكون سخونه وحكيها بالملح وغتحصلي على هذه النتيجه الهائله في ثواني. كنتمنى هذه الطريقه تفيدكم وندوزوا للحيله المواليه. وبالنسبه للحيله المواليه باش تفاداو الخطر وتفاداو باش يجرحوا لكم صبيعاتكم، شكونوا تغسلوا اي مبشره من بحال هذا النوع هذا اللي كيكونوا ماضيين ليهم هاد الرؤوس هادو، ما عليكم الا تستعنوا بالشيته ديال الاسنان اللي كتكون مخصينها المطبخ. هاد الشيته هادي كتساعدكم بزاف وكتحيد لكم جميع الاوساخ يعني بسرعه، وكتفاداو الخطر باذن الله يعني من الداخل من برا، يعني كل شيء كاع جوانب كتتحكم فيهم هاد الشيته هادي. كنتمنى انكم تستافدوا منها وتفاداو الخطر. وندوزوا للحيله المواليه. وبالنسبه للحيله المواليه متعلقه باللحم المفروم، سواء بغينا الكفته ديال الدجاج اولا الكفته ديال اللحم الاحمر وما عندناش باش نطحنوها، الا عندك لالا اي حكاكه سواء ديال الفرماج الاخرى اولا هذه، المهم تكون بهذا الشكل هذا تكون ماضيه يعني وكتحك لك ديك باش كتحكي الفرماج اولا الثومه اولا اي حاجه ممكن تستعمليها انك تفرمي اللحم، بشرط ان اللحم ديالك تكوني ديجا دايره في المجمد، يكون قطع تكوني مجمدهم سواء ديال الدجاج اولا ديال اللحم باش ممكن انك تحكيهم وتحصلي على اللحم المفروم. خليك معايا باش تعرفي الطريقه. بالنسبه للطريقه اننا كنخرجوا اللحم ديالنا من المجمد وكنجيبوا واحد الانيه وكتكون هذه ديالنا مغسوله وناشفه، وكنجيبوا هذا اللحم ديالنا وكنبداو نخدموا على هذه الحكاكه بحال الشكل ديال اننا كنحكوا الفرماج. لاحظوا معايا بهذه الطريقه هذه كنحصلوا على اللحم المفروم بواحد الطريقه رائعه. كنتمنى انها الاعجاب ديالكم انها تكون واضحه لكم. كما كتشوفوا معايا يعني كيتحك معكم بواحد السهوله رائعه، خص غير اللحم يكون جامد بشرط ما يكونش اللحم رطب لكم باش بسرعه انه يتحك معكم. وكتحصلوا على الكفته ديالكم بهذا الشكل هذا يعني رائعه، سواء ديال اللحم او ديال الدجاج. المهم انا متوفر عندي حاليا اللي جامدين هما الطروفه ديال الدجاج. بغيت نتقاسم معكم هذه الفكره لانها سهله ورائعه، وكتضيفوا التوابل اللي نتوما باغيين، والكفته ديال الدجاج الا بغيتو تعطيوها واحد المذاق وواحد اللون هائل يعني كتجي هشيشه وكتجي لذيذه بزاف. باقي ان شاء الله نتقاسمها معكم وكتعطي كميه اكثر. كنتمنى هذه الحيله انها تفيدكم وندوزوا للحيله المواليه. بالنسبه للحيله المواليه الا بغيتو تستافدوا من العسل اكثر واكثر وتستافدوا من الفوائد ديالو، من طبيعه الحال العسل الحر كتجيبوا واحد الكاس وديروا فيه الماء يكون غليان، وغادي تجيبوا العسل ديالكم وغادي ديروه بهذه الطريقه هذه باش انكم تستافدوا من العسل باذن الله وتستافدوا من الفوائد ديالو العظيمه. غديروا مثلا هاد المعلقه ديال العسل وتحاولوا تحركوها في هاد الماء يكون دافي حتى انه يذوب معكم مزيان ويتخلط معكم، يتساجم العسل مع هاد الماء دافي، وغادي تشربوه بالصحه والراحه بهاد الطريقه هادي. يعني كتستافدوا من العسل اكثر واكثر وكتستافدوا ما شاء الله من الفوائد ديالو العظيمه على الصحه ديالكم. كنتمنى هاد النصيحه او هاد الحيله انها تنال الاعجاب ديالكم باذن الله وتستافدوا من العسل وتستافدوا من الفوائد ديالو العظيمه. وندوزوا للحيله المواليه. وندوزو الاخر حيله باذن الله وهي عند قلي السمك. فاش بغيو تقليو السمك ديالكم كما كتعرفوا يعني كيدير واحد الرائحه اللي مجهده في البيت، يعني صعيب باش انكم تحيدوها، وكذلك كتكون تتعلق في البيت واحد المده باش تخلصوا من هذا المشكل باذن الله. ما عليكم الا بالحامض، هذه اول حاجه. وثاني حاجه غادي تشوفوا معايا شنو غنديروا في الحيله الثانيه. الحيله الاولى وهي فاش تكونوا كتقليو، فاش تكونوا كتقليو مباشره في المقلاه طلعوا واحد الطريف ديال الحامض حدا الحوت وهو كيتقلى اولا القشره، غير تشوفوه تغير اللون ديالو يعني ولا ذهبي، ما تخليوش شي كحل وحيدوه وبدلوه. هاد الطريف هذا ديال الحامض كيمتص هذوك الروائح وهما باقيين يعني في المقله. نتوما كتقليو نتوما كتلحو في الجنب ديال المقله ديالكم واحد الطريف ديال الحامض، قطعوا واحد الطريفه هكا صغار وحطوهم حداكم، فين ما شفتوهم ولاو مذهبين كتحيدوهم، يعني ما تخليهمش يكحلوا. هذه اول طريقه. وثاني طريقه باش البيت ديالكم يتعطر وما تبقاش فيه رائحه السمك كما كتعرفوا ما كتعجبناش هذيك الرائحه
رائحه، كنجيبوا واحد الانيه وكنوضعوا فيها قشور ديال البرتقال او قشر ديال الحامض وعويدات ديال القرفه، ومن طبيعه الحال كديروا فيهم الماء يكون غليان وكتوضعوهم في الجانب ديالكم في المطبخ ديالكم. ممكن تضيفوا عويدات ديال القرنفل، يعني ديروا نتوما باش ما بغيتوا تعطروا، وكتحطوه في البوطه حداكم وانتوما كتقليو، وهاد الرائحه كتعطر البيت. وفاش كتسالوا القلي ديال السمك ديالكم كتاخذوا هاد الانيه وكتحاولوا انكم تمروها على الغرف كامله، دوزوا هاد الانيه باش انكم انها تعطر لكم البيت كامل، وكتخليوها فوق النار. واخا تبرد ممكن انكم تعاودوا تشعلوا ليها النار، وكتطلق رائحه طيبه في البيت، وكتمتص هذيك الرائحه ديال السمك. وممكن كذلك ديروا غير القهوه، ديروا هاد الانيه وديروا فقط شويه ديال القهوه تبقى تطبخ حداكم في داك اليوم، يعني هائله هاد الطريقه هذه، وكتخلصوا من رائحه السمك في البيت. كنتمنى هاد الحيله البسيطه كذلك انها تنال الاعجاب ديالكم، وتخلصوا من رائحه السمك وتستفدوا منها باذن الله. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه والاتجاهات الرائعه ديالكم، والى عجبتكم هذه الحصه ما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجيوها مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم. وانتظروا الجديد ديالي وانا كذلك في انتظار تشجيعاتكم الرائعه، والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.